ورجعنا لكم تاني والتوربيني اف ام كلمتين ونص. يسعد مساكم يا رب. النهارده جايب لكم نفيسة العلم، السيدة نفيسة رضي الله عنها. في 10 معلومات، سيدة نفيسة بنت الحسن احدى سيدات اهل البيت، اشتهرت بالعبادة والزهد. ولدت السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب في مكة في 11 ربيع الأول سنة 145 هجريا، وأمها السيدة زينب بنت الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. انتقل بها أبوها إلى المدينة المنورة وهي في 5 سنين من عمرها. كانت دايما بتذهب للمسجد النبوي لتلقي العلم والفكر، حيث لقبت بنفيسة العلم. تقدم الكسرين للزواج من السيدة نفيسة إلى أن قبل أباها يتزوجها بإسحاق المؤتمن ابن جعفر. وتم الزواج في رجب سنة 161 هجريا. في سنة 193 هجريا رحلت السيدة نفيسة مع أسرتها إلى مصر. اجتمع الناس عليها كتير جدا لطلب العلم والمشورة، فخرجت عليهم قائلة: قد كنت اعتزمت المقام عندكم غير إني امرأة ضعيفة، وقد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أورادي، وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جدي المصطفى صلوات ربي عليك يا حبيبي يا رسول الله. جه حاكم مصر والي مصر أو وقتها، قال: يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه. فوهبها دار واسعة وحدد يومين اتنين في الأسبوع الناس يقولها لطلب العلم والمشورة. فرضيت وبكيت في مصر. وعندما وفد الإمام الشافعي إلى مصر سنة 198 هجريا توثقت صلته بالسيدة نفيسة بنت الحسن، وكلما ذهب سأل إليها الدعاء. أوصى الإمام الشافعي أن تصلي عليه السيدة نفيسة في جنازته، فمرت الجنازة بدارها حين وفاته عام 204 هجريا وصلت عليه انفاذا لوصيته. ومع التوربيني اف ام، وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة، وانتظرونا.